حضور الكرام، تحية لكم جميعا. نحن سعداء أن نلتقي ثانية في ندوة تتعلق بالعراق وبالإنسان العراقي تحديدا. ومعلوم أن كل قضية تتعلق بالإنسان هذا يعني أنها قضية مهمة جدا، لأن الإنسان هو أهم الكائنات الموجودة على الأرض، وبالتالي كل ما يخدم الإنسان ويسعى إلى تقديم الحياة الحرة الكريمة للإنسان فهو من الأعمال الجيدة والطيبة، وكل ما يعمل على تدمير الإنسان والقضاء عليه وقتله هو من الأعمال المشينة والإرهابية. وعليه حينما جئت إلى هذه الندوة كان هنالك طريقان إلى محطة الباص. الطريق الأول كان عبر حديقة مليئة بالزهور، والطريق الثاني كان عبر مقبرة للشهداء في تركيا. في هذه اللحظات آثرت أن أسير في طريق الشهداء، ووقفت عدة لحظات بعد أن سلمت على الأموات. تفكرت في حال المفقودين الذين لا يملكون قبرا بين الأموات. حقيقة قضية الفقدان قضية مأساوية بكل ما تعني الكلمة. معلوم أن كل كائن على هذه الأرض نهايته هو الموت، فيأنس الإنسان بزيارة أهله في المقابر، لكن ما هو حال عوائل المفقودين؟ من هنا جاءت أهمية هذه الندوة التي يقيمها مركز الرافدين للدراسات الاستراتيجية راسام، والتي تتعلق بالمفقودين في العراق، والتي تحمل عنوان الإخفاء القسري جريمة لا تسقط بالتقادم. معلوم أن الإخفاء القسري هو في الغالب يتم فيه قتل المختطفين، والعديد من المنظمات الدولية ومنها اللجنة الدولية لشؤون المفقودين في لاهاي في هولندا التي تأسست في عام 1996 تقول أن في العراق ما بين 250 ألف إلى مليون مفقود. تخيلوا معي الرقم جيدا، حتى لو أخذنا الرقم الأدنى وهو 250 ألف، تخيل معي 250 ألف عائلة منكوبة لا تعرف ما هو مصير ابنها المفقود. رحبوا معي في هذه الندوة بسعادة الدكتور وسام الدين العقلة، أستاذ القانون الدولي في جامعة ماردين أرتوغلو، وعنوان بحثه آليات الإبلاغ عن حالات التغييب القسري وفق القانون الدولي. وكذلك رحبوا معي بالأخ الأستاذ حسين دلي، الباحث السياسي والصديق العزيز والمتحدث باسم مرصد آفاد الحقوقي. عنوان البحث: الإخفاء القسري في العراق وتداعياته السياسية والاجتماعية. نبدأ معك دكتور، لك 20 دقيقة كحد أعلى، تفضل. حياكم الله، شكرا جميعا، شكرا جزيلا على هذه الدعوة، والشكر موصول لمركز الرافدين للدراسات الاستراتيجية رسام ولجميع السادة الحضور. الحقيقة أنا حاولت من خلال هذه الورقة استعراض بعض الآليات للإبلاغ عن حالات الاختفاء أو الإخفاء القسري. طبعا هناك جدل أكاديمي، هل المقصود هو الإخفاء أو الاختفاء؟ باللغة العربية هو الأصح هو الإخفاء، لأنه شيء غير إرادي، بينما الاختفاء ربما يكون بشكل إرادي. لكن الترجمة الرسمية المعتمدة من قبل الأمم المتحدة هو ترجموها الاختفاء القسري. ما هي الآليات الدولية التي يمكن أن نلجأ لها حتى نبلغ عن حالة من الإخفاء القسري؟ حقيقة لدينا جهتين. الجهة الأولى هي اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، وهي تابعة للأمم المتحدة،
وأنشئت هذه اللجنة عام 2010 بموجب اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. وهذه اللجنة تتبع للأمم المتحدة ولديها مجموعة من المهام ومنبثقة عن اتفاقية 2010 كما ذكرت. واللافت للنظر أن الحكومة العراق دولة العراق هو طرف في هذه الاتفاقية. والتقرير الأخير الذي صدر عن هذه اللجنة بعام 2020 ذكر بعض الحالات التي حصل فيها إبلاغ عن حالات إخفاء قسري في العراق، وهذه اللجنة خاطبت الحكومة العراقية عدة مرات. كان هناك جواب مقتضب جدا من الحكومة أنه هؤلاء الأشخاص، يعني كان في إحدى الحالات 192 شخص كانوا يعبرون من البصرة يمكن من جرف الصخر في عام 2014 باتجاه عند نقطة اسمها الرزازة، تعرفوها كلياتكم، نقطة التفتيش. اللي كان يشرف على هذه النقطة هو كتائب حزب الله، وتم إخفاء أو اعتقال هؤلاء الأشخاص. اللجنة خاطبت الحكومة العراقية مرارا وتكرارا، وكان هناك رد مقتضب بالنهاية أنه أغلب هؤلاء الأشخاص هم مرتبطين بتنظيم داعش وفي منهم توفوا، وهذا مخالف حقيقة للمعايير الدولية ومخالف لالتزامات العراق كدولة طرف في هذه الاتفاقية. لأنه لما الدولة تنضم لاتفاقية معينة فهي عمليا تقبل بكل الالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية. الجهة الأخرى اللي نحن ممكن نلجأ إلى للتبليغ عن حالات الإخفاء القسري هو الفريق المعني، أيضا المعني بحالات الاختفاء القسري، وأيضا هو تابع للأمم المتحدة. أنا ركزت على يعني هاتين الجهتين لأنه هي الجهات الرسمية التابعة للأمم المتحدة. شو الفرق بين الفريق المعني واللجنة المعنية؟ الفريق المعني هو أقدم ويتألف من 5 خبراء دوليين أسس بناء على إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء أو من الإخفاء القسري اللي صدر عام 1992. وهذا الإعلان ملزم، هو عبارة عن مجموعة من المبادئ والقواعد القانونية في القانون الدولي، ملزم لجميع الدول. يعني الدولة ليست مضطرة أو لا، يعني ليست بحاجة للانضمام إلى هذا الإعلان، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. هذا ملزم، يتضمن مبادئ قانونية تلزم جميع الدول. من هذا الإعلان العالمي، من هذا الإعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، انبثق فريق اسمه فريق الفريق المعني. هذا الفريق أيضا يتلقى مجموعة، يتلقى الشكاوى، يتلقى حالات تتعلق بحماية الشهود، حماية أقارب الضحايا، تتعلق به أيضا حماية الأشخاص الذين يعملون في المنظمات الحقوقية أو المحامي الضحايا. وهذا الفريق أيضا يقدم تقارير سنوية لمجلس حقوق الإنسان، ويعقد كل سنة 3 دورات بشكل دوري. إذن إذا كان عندنا حالة اختفاء أو حالة إخفاء قسري، فنحن نلجأ يا أما اللجنة الدولية، اللجنة المعنية، أو إلى الفريق المعني. وطبعا شغلهم عمل هاتين الجهتين هو عمل مكمل للآخر، يعني بحيث أنت إذا قررت اللجوء إلى الفريق المعني فما بيصير تروح إلى اللجنة المعنية. أنا إمتى بروح للجنة المعنية؟ بروح للجنة المعنية إذا كانت حكومتي أو دولتي هي طرف في اتفاقية عام 2010. إذا ما كانت دولتي طرف، يعني اليوم مثلا احنا ممكن نتحدث عن سوريا، نتحدث عن العراق، سوريا ما لها طرف في هذه الاتفاقية. فأنا إذا في بدي بلغ عن حالة إخفاء قسري فأنا بروح إلى الفريق العامل. طبعا في استمارة أبليكيشن ممكن الشخص أقارب، ممكن الأشخاص أقارب الضحية يبلغوا الفريق أو اللجنة. ضمن الاستمارة مجموعة من البنود، مجموعة من المعلومات عن الضحية، مكان الاعتقال، تاريخ الاعتقال، الجهة المشتبه فيها اللي اعتقلت هذا الشخص أو الضحية، وتقدم وترسل إلى عبر الإيميل أو عبر الفاكس إلى اللجنة أو الفريق العام. طيب
ما يلفت النظر في هذه الجهات قلة عدد الشكاوى المقدمة سواء إلى الفريق المعني أو إلى اللجنة المعنية. يعني على سبيل المثال الدكتور تحدث قبل قليل أنه حالات الاختفاء القسري أو الاختفاء القسري في العراق تقدر ما بين 250 ألف إلى مليون حالة اختفاء، وهذا صحيح وربما يعني الرقم أكبر حتى من ذلك، لكن الحالات التي تم إبلاغ الفريق المعني والجهة الرسمية للأمم المتحدة في العراق هي تقريبا حوالي 16 ألف حالة. طب ليش ما تم الإبلاغ عن حالات الأخرى؟ وأيضا بالنسبة للجنة المعنية، اللجنة المعنية تقريبا حوالي أقل من 400 حالة فقط تم إبلاغ اللجنة عن حالات إخفاء قسري في العراق. وهذا يعني مؤشر يا على هذه اللجان أو المنظمات الدولية، يا أما ضعف الثقة بهذه المنظمات، يا أما السبب ليش أنا ما أبلغ هاي المنظمات لما تصير في عندي حالة إخفاء قسري، يعني إذا أحد أقاربي تم إخفائه أو اعتقاله من قبل ميليشيا أو جهة، ليش أنا ما بلجأ لهذه المنظمات؟ مع أنه لأهميتها، أهميتها لأنه هي تعتبر جزء من الأمم المتحدة ولديها نشاط ولديها صلاحيات بالتواصل مع الحكومات وتصدر تقارير. وكما تعلمون السادة حضور الدول تخشى من ذكر اسمها كدولة لا تحترم حقوق الإنسان في التقارير، يعني عديد من المنظمات الدولية تصدر تقارير سنوية بحالات حقوق الإنسان مثلا في العراق، في إيران، في سوريا، في دول أخرى. فالدول تحاول أن لا يذكر اسمها كدولة منتهكة لحقوق الإنسان في هذه التقارير، لكن لماذا نحن لا نلجأ إلى هذه الجهات الدولية ونبلغ عن حالات الإخفاء لما يصير في حالة اعتقال شخص من قبل ميليشيا أو من قبل مجموعة مسلحة أو من قبل جهات مدعومة من قبل الحكومة؟ هذا يعود لعدة أسباب، ربما السبب الأول هو ضعف الثقة بهذه المنظمات الدولية، عدم الوعي أيضا الاجتماعي بدور هذه المنظمات، وأيضا الخوف. يعني أنا مثلا كعائلة أحد ضحايا الإخفاء القسري أعتقد أنه عند الإبلاغ منظمة دولية عن حالة الإخفاء فمعناته أنا ممكن هاي الضحية ما راح يطلع نهائيا أو راح يتم تصفيته أو راح يتضرر بشكل أكبر. لذلك تفضل عائلات الضحايا اللجوء إلى طرق ملتوية، يعني التفاوض مع المجموعات الخاطفة، تفاوض مع الميليشيات، وأحيانا تضطر إلى دفع فدية أو حتى السلطات الرسمية ممكن يتم التفاوض معها عن طريق السماسرة أو عن طريق الوسطاء لإخراج هذه الضحايا. لذلك العوائل الضحايا تفضل عدم اللجوء إلى هذه المنظمات مع أهميتها، وتفضل اللجوء إلى طريق آخر هو عبر الوسطاء أو السماسرة أو جهات أخرى للتوسط لإخراج أو معرفة مكان اختفاء هذا الشخص. اليوم الإخفاء القسري أصبح مشكلة عالمية ولم يعد حكرا على دولة معينة أو منطقة معينة. سابقا في السبعينيات والثمانينيات القرن الماضي كان أكثر شيء في دول أمريكا اللاتينية، كانت هناك أنظمة عسكرية وأنظمة دكتاتورية تمارس هذا الإخفاء، لكن اليوم أصبح منتشر تقريبا في حتى في كثير من الدول. اليوم اتفاقية عام 2010 دول كثيرة، دول ديمقراطية مثل الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، بريطانيا لم تنضم إلى هذه الاتفاقية. طب إذا هذه الدول ما عندها حالات إخفاء قسري، لماذا لا تخشى الانضمام إلى مثل هذه الاتفاقية؟ هذه الاتفاقية النقطة الأهم فيها من ناحية القانونية الدولية اعتبرت الإخفاء القسري هو جريمة ضد الإنسانية، والجرائم ضد الإنسانية تدخل اليوم في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وهذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، لا تسقط بالتقادم يعني مع مرور الوقت، حتى نحن نعرف يعني بالقانون بعض الجرائم تسقط بالتقادم بعد مرور 15 سنة، بعضها بعد 3 سنوات حسب نوع التوصيف
الجرمي إذا كان جناية أو جنحة أو مثلا مخالفة تختلف مدة التقاضي. الكثير من الدول اليوم أو الأنظمة خاصة الأنظمة المتسلطة هي تستخدم الإرهاب كذريعة أو مكافحة الإرهاب كذريعة لإخفاء أو للتخلص من الأشخاص الذين تعتبرهم هو مصدر إزعاج لهذه الحكومة. يعني بحجة مكافحة الإرهاب نحن نعرف يعني ممكن أستاذ حسن تكلم عن هذا الموضوع بالعراق قانون مكافحة الإرهاب وأيضا في دول أخرى هناك قوانين بحيث أنه أنت إذا انتقاد مجرد انتقاد للنظام أو انتقاد شيء معين للحكومة فيتم اعتقالك بحجة أنه أنت تدعم الإرهاب أو تمول الإرهاب. لذلك أصبح مكافحة الإرهاب وهذا هو الملف الشائك يعني خلال السنوات الأخيرة أصبح ذريعة لحالات الإخفاء القسري والاعتقال. اللي يثير القلق بشكل خاص يعني خلال هذه السنوات أنه استمرار رغم كل هذه المعاهدات وهذه الإجراءات الدولية استمرار المضايقات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان سواء كانوا ناشطين أو الذين يعملون في المنظمات الدولية وأيضا أقارب الضحايا الشهود أيضا ممكن يتعرضوا الكثير من حالات القلق أو الانتقام أو غيره. أيضا استغلال الدول أنشطة مكافحة الإرهاب كذريعة لارتكاب أو الانتهاك التزاماتها. والجانب ربما الأخطر بالموضوع هو استمرار مرتكبو أعمال الإخفاء القسري من الإفلات من العقاب. لماذا يتم الإفلات من العقاب؟ حقيقة هو السبب الرئيسي هو غياب القانون. عدم وجود القانون وسيادة القانون في الدولة تجعل رؤساء المجموعات أو حتى الأجهزة الرسمية التابعة للحكومة تمارس هذه السياسة الممنهجة لإخفاء الأشخاص الذين تعتبرهم خطر عليها دون أن يتم محاسبتهم. حتى سواء كان مجموعات مسلحة أو ميليشيات أو غيره. الأشخاص اللي تأثروا بالاختفاء القسري الضحايا أنفسهم وأقرباءهم وأصدقاءهم ومجتمعهم. النساء بشكل أساسي يعني خاصة إذا النساء إذا كانت هي ضحية المباشرة. لأنه ممكن يكون هناك الكثير من النساء يتم اعتقالهم ممكن يكون مع أطفال صغار ويدخلون مع السجن وتتأثر العائلة ويتأثر الطفل تبعا لهذه الحالة حالة الإخفاء القسري سواء تعلقت بالأب أو بالأم. أيضا في حالة اختفاء الأب ممكن الزوجة هي تصبح المعيلة لهذه العائلة وتأثر بشكل اقتصادي وأيضا هي تعمل على البحث عن زوجها أو بحث عن الضحية وخلال عملية البحث ممكن تتعرض للابتزاز ممكن تتعرض للمضايقات أخرى. أيضا المجتمعات تتأثر من الإخفاء القسري بشكل مباشر وبشكل أيضا غير مباشر من خلال بث بعض الحكومات أو الأنظمة المتسلطة تستخدم الإخفاء القسري هو لبث الرعب في هذه المجتمعات يعني بث الحاضنة الشعبية لجهة معينة أو للثورة أو للمقاومة وبالتالي يتم بث الرعب داخل هذه الحاضنة من خلال شو؟ من خلال حالات الإخفاء القسري. طبعا هناك فرق بين الإخفاء القسري وما بين الاعتقال. ليش؟ لأنه الإخفاء القسري نحن لا يتم اعتقال شخص ولكن هذا الشخص لا يعرف مكان اعتقاله لا نعرف نحن الجهة التي قامت بالاعتقال لا توجد مذكرة قضائية لا يوجد اتهام لا توجد محاكمة علنية أو مقاضاة تتضمن حقوق الدفاع وهذه ما تجعل الإخفاء القسري يختلف عن حالات الاعتقال الأخرى اللي ممكن يكون الشخص يقدم إلى محكمة وأهالي الضحية يزوروه في السجن هذا لا يندرج ضمن الإخفاء القسري. الإخفاء القسري جعل شخص يعني إذا بدنا نعرفه هو جعل شخص يختفي رغما عنه وبشكل مفاجئ في كثير من الأحيان
يعني شخص ممكن يكون قاعد ببيته بلحظة ما حس إلا إجوا أخذوا. بس مين هي الجهة؟ هون الأهالي أو أهالي الضحية يبحثوا أول شيء مين الجهة اللي أخذت نفذت هذا، لأنه ما في مذكرة اعتقال، ما في ممكن يتم يعني الشخص ممكن يكون خلال طريقه إلى المنزل يتم اختطافه أو اعتقال، وبالتالي نحن لا نعرف الجهة التي قامت بالاعتقال، لا نعرف التهمة. أيضا النقطة الأساسية بالإخفاء القسري أنه الجهة لا تعترف بحالة الاعتقال أحيانا، أنه نحن ما اعتقلنا، يعني مثلا اعتقل شخص فنحن بنروح نراجع وزارة الداخلية ونحن ما نفذنا هذا الاعتقال، بنراجع الجهات الأخرى كل جهة تنفي قيامها بها عملية الاعتقال، وبالتالي أصبح الشخص مجهول مكان الاعتقال. هذا هو الإخفاء القسري، وهذا هو اللي يميزه عن حالات الأخرى من الاعتقال لما يكون في مذكرة قضائية ونحن نعرف مكان اعتقال هذا الشخص. إذن ما يميز الاعتقال ما يميز الإخفاء القسري عن بقية حالات الاختفاء أو بقية حالات الاعتقال هو الحرمان من الحرية ضد إرادة الشخص المعني، هذا العنصر الأول. العنصر الثاني هو ضلوع مسؤولين حكوميين على الأقل بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، يعني بالقبول الضمني، أنا بعرف توجد لدي ميليشيا في هذه المنطقة أو في هذه المدينة وتقوم باعتقالات وعمليات إخفاء لهؤلاء الأشخاص، ومع ذلك الدولة أو الحكومة تغض يعني تغض النظر عن عمليات هذه الميليشيا أو المجموعة، وهي تعلم جيدا أنه تقوم بعمليات إخفاء وربما التخلص من هؤلاء الأشخاص، وضحايا الإخفاء القسري أحيانا يدفعون حياتهم ثمن لهذه العملية. لذلك نقطة أخيرة أشير إلى حتى لا أطيل، أنه إضافة إلى رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصيره، في حالة المساءلة كما ذكرت قبل قليل أنه هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، ولا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي، سواء كان حرب أو تهديد داخلي للحكومة أو للدولة أو بذريعة مكافحة الإرهاب أو غيره. النقطة الأخيرة اللي ممكن أشير إليها أنه في حالة حدوث محاكمة لا يستطيع الشخص أن يتذرع بوجود أوامر من سلطة عليا، يعني إذا أنا كنت ضابط ولا يمكن أن أتذرع أنه هناك توجيه من وزارة الداخلية باعتقال الشخص الفلاني وإخفاء مصيره وعدم تقييده ضمن أو إبلاغ محاميه أو السماح له بالاتصال بذويه، ولذلك لا يمكن التذرع أيضا بوجود أوامر من سلطة عليا سواء كانت هذه السلطة سياسية أو مدنية أو عسكرية. فالرئيس لنفرض أنه مجموعات تابعة لوزارة الداخلية قامت بحالات الإخفاء القسري، فلا وبعلم وزير الداخلية، هذا لا ينفي مسؤولية وزير الداخلية شخصيا عن هذه الجريمة. لذلك هي جريمة بالتضامن ما بين تضمن جميع الأشخاص الذين قاموا بهذا الفعل. والشكر الجزيل للدكتور وللحضور الكرام. طبعا هناك الكثير يعني من الكلام الذي يمكن أن نتحدث عنه عن الإخفاء القسري، لكن الصديق الدكتور قيدني بعشرين دقيقة وحاولت يعني أعطي يعني خلاصة ما حضرته عن هذا الموضوع، وشكرا جزيلا لاستماعكم، وإذا كان هناك أي استفسار فأنا حاضر إن شاء الله.
شكرا لك. بارك الله فيك. شكرا للدكتور وسام. حقيقة موضوع الاختفاء لا يمكن أن يعني حصره بعشرين دقيقة. نحن نتحدث عن قضية معقدة في العراق منذ عام 2003 وحتى اليوم، وبالتالي أعتقد أنه القضية بحاجة إلى يعني العديد من البحوث التي يمكن أن تركز على هذه المسألة. ثم قضية الفرق بين الاختفاء القسري والاعتقال، معلوم أننا في العراق عانينا من الاعتقال الرسمي الذي يؤدي إلى الاختفاء. هذه إشكالية، يعني هنالك مذكرات اعتقال تأتي بها القوات الأمنية ثم بعد ذلك ينكرون أنهم اعتقلوا هذا الشخص، وهذه حدثت يعني مرارا. وعليه أعتقد أنه حتى التعريف المتعلق بالاختفاء القسري لا ينطبق على العراق، ذلك لأنه حينما تكون بعض الجهات الأمنية والسياسية متآمرة على الشعب، حينها نجد أن القوات الأمنية تتغول وتصبح لدينا حالات تعسف في تطبيق القانون، وهذا الذي جرى ويجري في العراق. ثم قضية مهمة، يعني حتى لو افترضنا أن الرقم الذي تحدث عنه الأخ الدكتور عقلة هو أن 16,000 يعني عائلة عراقية سجلت حالات اختفاء قسري في العراق، نحن نتساءل أين هؤلاء؟ لماذا لا يخرجوا في مظاهرات مستمرة ولو في كل يوم فرد من أفراد العائلة على مرور عام من أجل معرفة مصير أبنائهم؟ أنا أعتقد أنه بعض عوائل المفقودين يعني حقيقة مع الأسف أقولها تتحمل المسؤولية في عدم المطالبة بمعرفة مصير أبنائهم في المحاكم، سواء المحاكم الداخلية أو الخارجية، وبالذات اليوم مع وجود مواقع التواصل الاجتماعي وإمكانية أن يكون هنالك ضغط من هذا الباب من أجل يعني السعي لمعرفة مصير هؤلاء. شكرا لك يا دكتور وبارك الله بك على هذا البحث الطيب. وننتقل الآن إلى الأخ الأستاذ حسين الدلي. حسين الدلي الباحث السياسي والمتحدث باسم مرصد آفاد الحقوقي، ويحدثنا عن الإخفاء القسري في العراق وتداعياته السياسية والاجتماعية. الأخ محمد والأخ عمر حامد، وسعداء بحضوركم. تفضل أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لكم على هذه الدعوة وعلى هذه الاستضافة. الحقيقة كون الندوة تأتي في بالتوافق مع اليوم العالمي للإخفاء أو الاختفاء مثل ما تفضل الدكتور وسام، وهو من صلب اختصاصه، تشكل فرصة مهمة للتعريف بهذه المسألة وإعادة التذكير بخطورة هذه المشكلة الكبيرة والمأساة والمعاناة التي ألقت بظلالها على آلاف العائلات العراقية. الموضوع التداعيات السياسية والاجتماعية طبعا كبيرة ولا تخفى عليكم. الاختفاء القسري يشكل ملف شائك ضمن ملفات انتهاك حقوق الإنسان في العراق بسبب العدد الهائل للمخفيين الذين تجهل العائلات العراقية مصيرهم، وبإضافة هؤلاء المغيبين قسرا إلى المفقودين، وبينهما تشابك وترابط باعتبار أن 18 سنة من الاحتلال ألقت بكل ظلالها السيئة على الشعب العراقي. بإضافة هؤلاء المغيبين إلى المفقودين، يجعل العراق صاحب المرتبة الأولى عالميا لمن يعرفون بمجهولي المصير بأعداد تتراوح كما تفضلتم ما بين 300,000 إلى نحو مليون شخص منذ 2003. ولكم أن تتخيلوا حجم هذه المأساة والمعاناة وما يترتب عليها، ونحن نريد أن نتكلم نوعا ما عما يترتب عليها. منذ أحداث استعادة المحافظات الخمسة أخوتي الكرام كما تعرفون في نينوى وصلاح الدين والأنبار وديالة وكركوك، فضلا عن مناطق حزام بغداد الشمالي والجنوبي من قبضة مسلحي داعش عام 2014 وصولا إلى 2017،
شكل هذا الجرح الغائر في جسد العراقيين معضلة سياسية واجتماعية على حد سواء، وما زاد من آلامها هو استمرار الإفلات المتورطين فيه من العقاب كما تفضل الدكتور قبل قليل، بل إن الميليشيات المتهمة بهذا الملف الشائك تتمتع بكل الدعم الحكومي بما يشمل التمويل والتسليح وحرية الحركة، بل ترفض الهيئات القضائية محاسبتهم أو حتى مجرد توجيه اللوم لأفراد منهم. لو افترضنا أن بعض الحكومة أن بعض المسؤولين الحكوميين يصفون ما يحدث بأنها خروقات أو حالات فردية، حتى هذه الحالات الفردية لم نشهد أي محاكمة علنية أو مسؤول تم إحالته للقضاء من هذه الميليشيات التي تبلغ عدد أفرادها 70 أو 80 ألفا. وهذه الميليشيات أعادت الكرة مع شباب ثورة تشرين منذ اندلاع احتجاجاتهم عام 2019 مرورا بالعام 2020 وصولا إلى هذه الأشهر، وتصاعد الاغتيالات وتصاعد حالات الاختطاف، وبعضهم ما زال مغيب ولا يعرف مصيره حتى اللحظة. فالعملية مستمرة منذ 2014 إلى يومنا الحاضر. إن هذا التواطؤ الحكومي السياسي والقضائي دفع لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري للإعراب عن أسفها العميق لاستمرار ما سمته، وهنا نشدد على هذه العبارة، نمط الاختفاء القسري. عندما تتكلم عن نمط فأنا تتحدث عن ما يشبه الظاهرة والحالة المتفشية في معظم أراضي العراق، مشيرة هذه اللجنة إلى أن الإفلات من العقاب وتكرار الإيذاء يسوداني في هذه الحالات، حتى أن هذه اللجنة الأممية دعت السلطات العراقية إلى إدراج جريمة الاختفاء القسري في التشريعات الجنائية المحلية. يعني هذا شيء ملفت للنظر أن التشريعات الجنائية في العراق لا تتطرق إلى هذا الملف بشكل واضح، وضمان عدم احتجاز أي شخص في مكان سري. كما وصلت اللجنة الأممية السلطات العراقية بمراجعة ما يعرف بمشروع قانون حماية الأشخاص بما يتناسب مع الاتفاقيات الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وهنا في هذا السياق نذكر أن العراق موقع على عدد من الاتفاقيات الدولية لمناهضة التعذيب والاختفاء القسري والتغييب وغيرها. وهذا الأمر دعت اللجنة إلى الحكومة العراقية للتشاور مع جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك منظمات مجتمع المدني الخاصة وتسريع عملية تشريع هذا القانون. كما حثت اللجنة الأممية طبعا السلطات العراقية على إجراء تحقيق في هذه الادعاءات وإغلاق هذه المرافق الحكومية أو تحويلها إلى مراكز احتجاز عادية ومسجلة وخاضعة للإشراف القضائي، فضلا عن اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان عدم احتجاز أي شخص بصورة سرية في المستقبل. وإذا كانت إخوتي الكرام السجون العلنية يلفها الفساد العريض من قبل ضباط طائفيين بالتعاون مع قضاة فاسدين عبر شبكات سمسرة، طبعا أشار لها الدكتور إشارة خفيفة، شبكات سمسرة واسعة النطاق، نتحدث عن سجون علنية مثل السجن التاجي، مثل الحوت، مثل سجن الحلة، مثل سجون التسفيرات المعروفة التابعة لوزارة الداخلية. هذه الشبكات برغم أنها سجون علنية معروفة تخضع إلى شبكات سمسرة واسعة النطاق ترتبط بشخصيات سياسية وعناصر بارزة في فصائل مسلحة وأقرباء لقيادات أمنية تتولى عمليات غير قانونية بالتواصل مع ذوي السجناء وعائلاتهم واستحصال أموال منهم بآلاف بل مئات آلاف الدولارات، لقاء إدخال ملابس، أغراض شخصية، أدوية مزمنة، إيصال حتى أطعمة، إضافة إلى عملها الرئيسي في تلقي الرشا تحت عنوان الهدايا لضمان وقف التعذيب عن النزيل في السجون وتوفير مكان في زنزانة لبعض السجناء الفي آي بي تكون مكيفة أو نظيفة نوعا ما. فكيف الحال إذا كان هذا السجون العلنية، فكيف الحال بالسجون السرية مع المغيبين ونحن نتحدث عن عشرات سجون؟ التقارير الدولية المنظمات الدولية الحقوقية والمحلية تشير نقلا عن شهود عيان وشهادات من معتقلين سابقين وذوي الضحايا، ومن هؤلاء الضحايا أشخاص تعرضوا للتعذيب وأفرج عنهم مقابل أموال، ناهيك عن مسؤولين سابقين في هذه السجون تشير إلى وجود أكثر من 400 مكان للاحتجاز السري، أكثر من 400 مكان للاحتجاز السري، بعضها يعود للميليشيات التي وصلت تعدادها لأكثر من 60 فصيلا، سجون أخرى تعود للداخلية، سجون أخرى تعود للجهاز المخابرات جهاز مكافحة الإرهاب،
وجهاز الأمن الوطني. يعني نتحدث عن سجون سرية ثبت أنها مرتبطة بأجهزة حكومية رسمية تتمتع بتمويل وإشراف حكومي. ورغم أن البرلمان العراقي، وهنا نقطة مهمة، اتخذ قرارا قبل بضعة أشهر بإلزام السلطات التنفيذية بشمول ذوي شريحة المختطفين أو المغيبين على يد الميليشيات المسلحة في مدن شمال وغرب العراق بمرتبات شهرية ضمن القانون العراقي النافذ رقم 20 المتعلق بتعويض ضحايا الإرهاب والعمليات العسكرية، إلا أن هذه الخطوة لا تلغي الواجب القانوني والأخلاقي أمام حكومة مصطفى الكاظمي والقضاء العراقي على وجه التحديد بالكشف عن مصير هؤلاء المختطفين والمغيبين وتقديم متورطين بهذا الجرائم إلى القضاء. وقد عبر مرصد أفاد أسوة بكثير من المنظمات والمراكز الحقوقية عن قلقه البالغ ومخاوفه الجدية من أن تكون الخطوة البرلمانية محاولة من أجل مساعدة الجناة على الإفلات من العقاب، لأن هذه التعويضات ترفع اللائمة عن تلك الفصائل المتهمة بملف المغيبين، بل أنها تساعدهم على الاتفاق على الالتزامات الدولية التي وقع العراق عليها. وحتى هذه اللحظة لم يتم الكشف عن مصير أكثر من 22 ألف عراقي تم اختطافهم من مدن عدة في محافظات الأنبار وصلاح الدين وديالة ونينا وكركوك وحزام بغداد، ونتحدث عن مناطق مثل الرزازة، مثل صقلاوية، مثل جرف الصخر، عزيز بلد، جنوب الموصل، الموصل القديمة والدور وجزيرة غرب تكريت. آلاف الضحايا تم اختطافهم أمام عيون الناس، بل بعضهم تم تصوير هؤلاء هذه عمليات الاختطاف أمام الناس وفيديوهات وما جاءت منتشرة حتى اللحظة في مواقع التواصل واليوتيوب وغيرها، لكن حتى اللحظة لم يتم الاكتشاف عن مصير هؤلاء المختطفين. وهذه العمليات حدثت ما بين 2014 و2017 على يد ميليشيات مسلحة معروفة تنتمي إلى هيئة الحشد الشعبي التي تتلقى للأسف دعما عراقيا واضحا ومستمرا. هناك عشرات من مقاطع الفيديو والصور كما ذكرنا سجلها أفراد الميليشيات بأنفسهم بل يعترفون فيها، وواحد من هؤلاء المعروف أيوب أبو عزرائيل يتفاخر بتلك الفيديوهات بإحراق بعض هؤلاء الذين يتهمون بأنهم ينتظمون إلى ميليشيات مسلحة مثل داعش، وتم قتلهم بصورة وحشية دون معرفة مصيرهم حتى الساعة. بعض تلك المقاطع المصورة موجودة على شبكة الانترنت ويمكن العثور عليها بسهولة. كما نلفت الانتباه إلى أن ملف المقابر الجماعية المكتشفة يتم التعامل معها حكوميا بصورة انتقائية، فمثلا مقبرة جماعية اكتشفت قبل 3 أشهر في بادوش تنتمي لقتلى من الجيش قتلهم تنظيم داعش، تم الكشف عنها وحضرت أجهزة الفحص DNA والإعلام الحكومي، لكن مقابر جماعية مثل شرق الفلوجة المتهم بها الحشد الشعبي تجاهلتها الحكومة المحلية في محافظة الأنبار والحكومة المركزية في بغداد. في هذا الإطار طالبت المنظمات الحقوقية ومجلس القضاء الأعلى والادعاء العام بأخذ دورهم الحقوقي بعيدا عن ضغوط تلك الميليشيات والجهات السياسية التي تدعم تلك الميليشيات. نعرف على وجه الحقيقة إخواني أن هذه الميليشيات لها كتل سياسية مثل الفتح وسائرون، ولديها مقاعد بالعشرات في البرلمان العراقي تدافع عنها علنا أمام تلك الوسائل الإعلام. ودعت القضاء إلى تسجيل موقف إنساني كما نصت عليها كل الشرائع السماوية والأعراف الأرضية بالعمل على كشف مصير الضحايا أحياء كانوا أم أمواتا، كما أنها حذرت الحكومة من محاولات تزييف هويات ضحايا المقابر الجماعية أو الجنات الذين يقفون خلفها. لدينا معلومات بأن إحدى المقابر الجماعية تم تزييف هويات هؤلاء الضحايا الذين انتشرت هياكلهم العظمية ونسبت إلى جهات أخرى، لأن هذه المسائل تترتب عليها التزامات مالية إلى عوائل تلك الضحايا والمفقودين. ونشير في هذا الإطار إلى ضرورة الكشف عن مصير لجان تحقيقية سابقة شكلت في السنوات الماضية في خلال عهد حادر العبادي عادل عبد المهدي وصولا إلى مصطفى الكاظمي، لم يعرف لها نتائج حتى هذه اللحظة. يعني في هذا الكلام مجزرة الخسفة المعروف أنه تنظيم داعش ارتكب بحق أكثر من 2000 شخص من أهالي الموصل
والمكان معروف والناس تتحدث بالعشرات عن تلك المجزرة وعن تلك المقبرة. إلى اليوم ترفض الجهات الحكومية الكشف عن تلك المقبرة واستجلاء حقيقة من قتل بتلك المجزرة الرهيبة، بينما مجزرة سبايكر يعني تتلاقفها الألسن والإعلام ويتم التحشيد لها كل سنة بيوم طائفي للنكاية بأهل تلك المناطق التي حدثت قربهم تلك المجزرة. العدها والأمر إخوان في هذا السياق هو تصريحات تصدر عن نواب سياسيين يمثلون كتلا سياسية وميليشيات مسلحة متهمة بخطف المتظاهرين وارتكاب جرائم تطهير بدوافع طائفية وعمليات سرقة في المدن المحررة. هذه الكتل السياسية وأفرادها تلقي باللوم على ذوي الضحايا المختطفين باتهام بأنهم ينضمون إلى داعش أو أنهم حواضن إلى داعش، وتمارس التحريض عليهم وتتبع أسلوب الشحن الطائفي بشكل فج مفضوح دون أي نكير من السلطات القضائية أو السلطات الحكومية، على أن صمت المؤسسات التشريعية والقضائية عن مثل هذه الدعوات التحريضية المستمرة المتتالية يدعم فرضية أن ما صدر عن هؤلاء النواب التحريضيين يؤكد تورط الميليشيات التي يدافعون عنها في جرائم الخطف والتغييب والإعدامات الميدانية للسنوات الماضية. ولا شك ونحن نبحث عن الحلول دون الاكتفاء بعرض هذه المشاكل والمأساة، لا ننسى أن ندعو الجميع لممارسة الضغوط ورفع الصوت عالياً بمثل هذه الندوات الطيبة، ونحث الجميع وعلى توجيه رسائل متنوعة من خلال كافة الناشطين والحقوقيين والمواطنين أنفسهم كما ذكر الدكتور جاسم قبل قليل، وتكرار التواصل ومخاطبة الجهات المعنية كل بحسب موقعه، وتكثيف الجهود على وسائل التواصل الاجتماعي لاستجلاء مصير هؤلاء الضحايا المختطفين ووضع حد لمأساتهم. ونقدم في هذا الإطار الشكر لمركز راسام والقائمين عليه للتذكير باليوم العالمي للإخفاء القسري، خصوصا وأن العراق من أكثر البلدان التي تواجه بسببه هذا الموضوع تداعيات اجتماعية تتداخل معها قضايا فقهية شرعية مالية تتعلق بحقوق النساء والأطفال المرتبطين بهؤلاء الضحايا. اليوم لدينا مشكلة في قضية الحكم بالطلاق للزوجات، حكم التوريث لأولاد المختطفين والمغيبين قسريا، لدينا عائلات ترفض اعتبار أزواجهم أو أبنائهم شهداء رغم أن هذا الأمر قد يدر عليهم أموال مخصصات حكومية رواتب شهرية لكنهم يرفضون، وفي سبيل هذا الرفض الموقف الشخصي يعانون أشد المعاناة. وأنا أعرف مئات العائلات من الصقلاوي من أقاربي شخصيا يعانون أشد المعاناة في ظل رفضهم لاعتبار أزواجهم وأبنائهم شهداء، وبالتالي الحكومة لا تستطيع أو ترفض تسليم أي مخصصات مقابل أنهم يرفضون بسبب أنهم يرفضون اعتبار هؤلاء شهداء ويواصلون تحميل الحكومة المسؤولية. كما أننا نلفت انتباه إخواني في الختام، نلفت انتباه المجتمع الدولي وخصوصا الولايات المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي إلا أن سكوتهم عن هذه الجرائم ساهم باستشرائها واستمرارها، وجعل منها من هذه الأطراف الدولية طرفا مشاركا للحكومة بفتح ذراعيها للوفود الحكومية العراقية والضغط على الدول الإقليمية لتجميل صورة بلد فاقد للسيادة ونظام مهترئ يعاني من التشظي والانقسام بدعم قمم سياسية مثل قمة بغداد التي تعقد خلال هذين اليومين في بغداد. ونؤكد أن تلك السياسة الأذرع المفتوحة لن تنجح من انتشال حكومة الكاظمي وحلفائها من مستنقع انتهاكات حقوق الإنسان التي تخوض فيه بملء إرادتها جراء تجاهلها عواقب انحدار العراق ليصبح جمهورية للخوف والتعذيب وتكميم الأفواه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لكم مجددا. شكرا للباحث حسين دلي. حقيقة يعني قضية الاعتماد على المجتمع الدولي هي قضية لا يمكن أن تأتي بثمار، ذلك لأن الشعب يفترض به أن يكون هو الصوت الرافض للخراب. لا يمكن تصور أن الحالة العراقية المستمرة منذ عام 2003 يعني مستمرة بهذا التردي ولا يوجد ثورة شعبية عراقية. لاحظنا أنه ثورة تشرين المباركة لم يكن لها حاضنة شعبية كبيرة، وعليه أنا أتصور أن الشعوب الحية الحرة والشعب العراقي من الشعوب الحية والحرة
لكن يبدو هنالك مؤامرات مرة باسم الدين، مرة باسم المذهب، مرة باسم يعني المظلومية وغير ذلك من الأسباب التي يراد منها استمرار خراب في العراق. أعتقد أن هذا الأمر هو الذي يؤثر على استمرارية بقاء الحالة السلبية في العراق، وبالتالي التغيير الحقيقي لا يمكن أن يكون إلا عبر الشعب العراقي. وقبل أيام يعني شاركت في قضية العصيان المدني، والعصيان المدني ظاهرة حضارية أو ممارسة حضارية مدنية قادرة على التغيير دون اللجوء إلى العنف. العصيان المدني إن لم يشارك فيه الموظفون في العراق لا يمكن أن ينجح، وبالتالي يفترض أن ننسى حالة الأنانية وأن ننظر بعين الأخوة والمواطنة والرأفة للطبقات المسحوقة في العراق، وأن يسعى الشعب العراقي للتكاتف من أجل السعي لتغيير الحالة غير الصحية القائمة عبر العصيان المدني. وهذا العصيان المدني يمكن أن يكون قوة شعبية عراقية ضاغطة للتغيير. أما بقاء القبول والخنوع والسكوت فهذا يولد الحالة الفرعونية المستمرة في العراق، استلاب العقل، استلاب الإرادة، هذه كلها لا تليق بالكائن البشري. هذا نوع من الإخفاء الفكري، نحن نتحدث عن إخفاء القسري الذي يشمل الإنسان كاملا، لكن هنالك إخفاء فكري بإرادة بعض الناس، يعني يسلمون عقولهم لفلان وفلان، يسلمون قراراتهم لفلان وفلان، وهذا هو أيضا نوع من المؤامرة على العراق والعراقيين. شكرا للباحث حسين دلي على هذه المعلومات وعلى قضية أنه العراق يعني مشارك في بعض المعاهدات الدولية، لكن للأسف كما تعلم أنه العراق غير ملتزم، وكل ما في الأمر أنه القوة الحاكمة تسعى لإيجاد موطئ قدم في المحافل الدولية لكنها لا تنفذ ما يعني تمليه هذه المعاهدات. يعني حقيقة الصورة يعني مؤلمة، مؤلمة جدا، لكن الأمل كبير بالله ثم بالشعب العراقي ثم بالنخب العراقية. وأنتم يعني أنا أعلم جيدا أنتم الكثير منكم من الإعلاميين والصحفيين والكتاب والنشطاء يعني في مواقع التواصل الاجتماعي، ولكم ثقلكم الكبير في الضغط من أجل أحداث تغيير مرتقب في العراق، ويجب أن تبقى روح الأمل هي الطاغية على الرغم من حالة السواد التي تلف المشهد العراقي. أنا أعتقد أن الشعب العراقي سينتصر في نهاية المطاف، وسنرى أن الغد العراقي سيكون مشرقا، وأن العراقيين سيبنون بلدهم ثانية، وأننا سنكون أمام حالة وردية على الرغم من كل الصورة السوداء الموجودة الآن، لأننا شعب نحب الحياة ونكره الإرهاب، ولذلك وقفنا هذا الموقف ضد الإرهاب والإرهابيين الذين يحاولون نشر الخراب في العراق. في نهاية هذه الندوة لا يسعني إلا أن أشكر الأخ الدكتور وسام الدين العقلة والأخ حسين دلي، ولكم أيضا ولمركز راسام، وأتمنى لكم السلامة والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.